هون الاصلي غير تلون كله تحول في مخي تجول كل مين الاول كل مين الاول اه وحلمه يتعداني مين ما يوقف قدامي رتت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 ت
ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم شرح للفخ الفردي وفخ الصدري. تمام، بس الأول قبل ما أتكلم يعني في أي حاجة وأخش في الموضوع، حابب أوجه رسالة للناس اللي بتهاجم بمعدات بحث. يا جدعان أنتوا بتهاجموا ليه بمعدات بحث؟ أنا في الصدام اللي فات واحد هجم عليا بمعدات بحث، و يعني ما قلت كده هيغير المعدات بس مغيرهاش، وهجم بمعدات بحث وبلعت الهجوم بتاعه. تمام، اهم حاجه ده المعدات، تركز في المعدات. نيجي لفخ الصد. اللي هتحتاجه في فخ الصد مش هتحتاج T2 ولا T1، هتحتاج T3 بس. تمام، 250 مشاة، 250 رماة، و 250 فرسان. تمام، و20,000 جنيه. اما بقى لو انت حابب تهاجم بقى وتدافع يعني تبقى الاثنين، يعني تبقى شغال على الاثنين، يعني هتضرب لك 100,000 من كل نوع تيتو بس. تمام، كنا بنقول ايه بقى؟ اما بقى لو انت عايز بفخ الصد تقدر تقصر قائد العدو بنسبة 90%، يبقى تاني 500 مشاة، 100 رماة، 500 فرسان. تمام، هتقول لي ممكن اتحرق وممكن واحد اتنين عنده 2 مليون T3 يتحرق قدامي ومش عارف ايه. لا ما تصدقش ابدا، الا لو ما بعرفش يلعب. مشكلته هو مشكلتنا. تمام، الفخ الفردي اللي هو ينفع مع التي 5 اللي هو يعني ان شاء الله هينفع، هو 50% برضه هيحصل عندنا قتله. التي 5 مصيبه يعني كل المقاييس. تمام، هتحتاج ايه بقى؟ 2 مليون مشاة و2 مليون فرسان. تي 2 2 مليون 2 مليون. تمام، تدرب لك مثلا 5 مليون 6 مليون رماة تي 1، مش هتحتاج رماة تي 2 خالص. خليك هنا لان مصروفتك هتبقى يا اما كان مشاة يا اما كان فرسان. تمام، مش هتحتاج رماة تي 2، هتحتاج ده بس. تضرب لك 6 مليون 5 مليون على قد تقدر، كل ما تزود رماة هيبقى احسن. تمام، نيجي هنا بقى تضرب 300,000 من كل نوع تي 3، 300 من كل نوع تي 3. اهم حاجه النسب بقى، ليه التي 3 ده؟ التي 3 ده عشان يقدر يصد التي 5 يعني مكان التي 4. تمام، لان مش هيبقى عندك تي 4 طبعا، ده لو عندك تي 4 ده يبقى حاجه فشيخه. النسب، لو النسب عندك فوق ال 320 او 350، انت ممكن بس 800,000 تي 3 تقف قدام التخين، حرفيا تقف قدام اي حد. اهم حاجه النسب. يعني انا اعرف واحد من السعوديه تقريبا حاجه زي كده، اتصفر وكان عنده معدات شبه خرافي. تمام، درب مليون تي 3 يعني محدش عارف يحرقه، كل اللي هاجم عليه بيخسر وبيقصر قاداتهم ساعات. تمام، هو شغال كده يضرب في دوي الدرج وشغال زي هنا. المهم ايه، انا بعرفش اشرح كويس، عندي مشكله ان بعرفش اشرح، يعني مش عارف. المهم يا ريت اكون افدتكم بحاجه. تنسوش اللايك والاشتراك، يعني اللايك لو عجبكم الفيديو طبعا، او ما عجبش ديسلايك عادي مش اشكال.
الفيديو الجاي ان شاء الله هتكلم عن النسب اللي هي هتنفع مع الفخ الصلب والفخ الفردي. السلام عليكم.